ونختتم مستمعينا بهذا التقرير والذي أعدته الزميلة آية حسام عن مشروع أنا أقرأ أنا أكتب، وهو كتاب للمصورة الفلسطينية لورا بوشناق قامت من خلاله بتوثيق حكايات نساء عربيات ناضلن من أجل التعليم وكيف ساعد في تغيير حياتهن إلى الأفضل. هذا المشروع يتم عبر صور فوتوغرافية التقطتها المصورة الفلسطينية لورا بوشناق من مختلف البلدان العربية، نستمع إليه. مشروع الشخص اللي عملته اسمه أنا أقرأ أنا أكتب، مشروع يعني بالمرأة العربية والتعليم بالمنطقة. سافرت على كذا بلد عربي، غطيت فيه موضوع التعليم وكيف أثر على حياة الستات اللي شاركوا في المشروع. بلشت بال 2009 وأخذني كذا سنة لحتى خلصته. أول بلد بلشت فيه المشروع كان مصر، ركزت فيه على دروس محو الأمية. اشتغلت مع NGO بيعطوا دروس محو الأمية لسيدات بضواحي القاهرة. مشروع هو مدته 9 أشهر لحتى الستات يتعلموا القراءة والكتابة. أنا بآمن التعليم نقطة بداية مهمة إذا بدنا إحنا نغير بالمجتمعات، لحتى المرأة تقدر تشارك أكثر بعملية التغيير اللي عم بتصير. ضروري جدا إحنا نركز على تعليم المرأة، ومش بس التعليم، يعني كمان يكون في تركيز على شو عم بيتعلموا بالمدارس وكيف عم بيتعلموا. الهدف منه يعني لحتى ما يعني حاولت ما أركز على الجوانب السلبية من الموضوع، حاولت أركز أكثر على الحلول اللي انعرضت لا بالنسبة للتعليم. فقررت أركز على لنقول قصص نجاح لسيدات بدول مختلفة. فعلشان هيك الستات كمان شاركوا بالمشروع من خلال كتابتهم بخط إيدهم على الصور. وكل بلد أنا رحت كنت عم بسأل أسئلة مختلفة للسيدات اللي شاركوا، ليش مثلا قرروا يتعلموا القراءة والكتابة، كيف بيحبوا يستعملوا التعليم، ليش مهم لهم يسافروا برا ويدرسوا ويكملوا تعليمهم. وهيك احنا بناخد التعليم بشكل يعني granted، ما بنفكر ان التعليم متاح لكل الناس، بس مجرد في اشياء بسيطة لما قدرت الشخص يقدر يقرأ ويكتب بتغير كتير إشياء بحياته. يعني لما سألت الستات بالقاهرة ليش قرروا يتعلموا القراءة والكتابة، أجوبة كانت جدا بسيطة، منها إنه حابين يساعدوا أولادهم بالدروس بالبيت. منها في ست سناء هي كانت ما بقى بدها تطوف المواصلات، كانت صارت تقدر تقرأ اليافطات بالشارع. بغزة مثلا لأن كان صعب على الستات أنا تعرفت عليهم يسافوا يدرسوا برا. كانت هذه المصورة الفلسطينية لورا بوشناق عن مشروعها الفني أنا أقرأ أنا أكتب عن نساء نضلنا من أجل التعليم.